السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد، فيديو مختلف عن العادة حقيقة، وهو فيديو عن سبوكي، مشهور اليوتيوب، يعني أنا أعتبره مشهور وأحد الشخصيات، يعني كل الكلام طيب والله ما يكفي لهالشخص، والله كل الدعم اللي عم نعطيه إياه وما راح يكفي، كل الدعم اللي ندعمه اياه ما راح يكفي، والله سبوكي يستحق اكثر واكثر. تدرون صاحب اكثر قناة فيها اشتراكات، ما اعرف اسمه والله، بس صاحب تلك القناة عنده نفس اسلوب سبوكي، عنده نفس اسلوب سبوكي. شو غيروا عن سبوكي؟ الا انه عربي والاخر مسيحي، مدري يهودي، مدري صهيوني، مدري. عموما عندنا حلقة من حلقات سبوكي الشاطحة، عدنا اليكم. انا ما وقفت يا جماعة الفاضي بعد كلامي. هذا المقطع اللي راح تشوفونه انا مصورة من زمان يا جماعة، المقطع اللي هين راح تشوفونه قدامكم انا اصلا مصورة من 8 ايام او من 7 ايام، يعني تقريبا اسبوع ما قدرت الا اليوم اني امنتجه. فيا جماعة هذا دليل انه يعني هذا دليل يا جماعة انه ما كان عندي وقت. الله يشكركم على دعمكم الصراحة، ما يحتاج اكثر من الحكي، يعني الصراحة شيء جميل. بس قبل ما نبتدي هذا المقطع سبوكي من فضلك خلينا من الحركات الملهى داعي، حركات الكوبي رايت وحقوق النشر والطبع، من فضلك لا أريد من القناة أن تقفل في وجهي. لنكمل، جزاك الله خير. أنت يلي تتابع المقطع، أين أنت؟ ما كنت مشترك؟ لا سن أنا؟ نعم لا ستنزل وتشترك وتنضم الجيش الفخمين، وإذا أنت كنت من الفخمين سامحوني كثير لاني كثير عم اوقف، بس راح اسبوكي بدي اخبرك شيء واحد بس، اني انا عندي 3 حسابات وكل 3 حسابات مشترك فيها، ونفس الفيديو اللي الجديد اللي ينزل عندك في القناة بشاهده 3 مرات. تصدق ولا ما تصدق، انا بشاهد فيديوهاتك 3 مرات. من اللي انا احبهم لا تنسى تنزل الحين وترضخ وابو المقطع لايك، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ بص يا حبيبي، غصب عنك ما فيش يمين ما فيش شمال، غصب عنك هتاكل الدبل داون وتكتب لنا ايصال ان السندويش ده عجبك. يا ابني لو سمحت، انا دخلوني هنا قالوا لي الشباب السعودي بيلعب جراند، دي السيئة اللعبة دي وظيفتي، وانت على كلامك اضحك، انا بادي وظيفتي وانت بتضحك عليا. والله انك باين سعودي، والله انك سعودي. ما تحلف يا عم، ما تحلفش كده، ما يجوزش يا عم، ما يجوزش، ما تحلفش كده. من وين من مصر انت؟ من وين؟ من اي منطقة يعني؟ من مصر، من سواج. ايش لا يا عم، مين اللي عامل الهوصة دي؟ يعني انت مصري عايش في السعودية يعني قصدك كده؟ يا عم الصوت ده مزعج، مين اللي عامل الصوت المزعج ده؟ ما اعرفش والله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت مشغل التلفزيون على بر؟ والله اولي يا عم، انت مشغل التلفزيون كده؟ طيب يا عم نرجع للخدمة بتاعتنا، انت قابلها ولا مش قابلها؟ اوكي يلا خلاص، يلا ارسل لي الساندويتش بتاعك ده، بس توعدني انك تقيمني تقييم ممتاز، يعني ما تقولش ما تحطش 4. وعد ان شاء الله. 4 من 5، 4.5، 5 من 5 يا حبيبي. انت ارسل له وان شاء الله نحب نقيم. انت ارسل بس الساندويتش. معلش ارسل الساندويتش بس. هي الساندويتش ما تجيش يعني تمشي على رجلينها، يعني انت لازم تيجي هنا. وين تيجي مصر يعني؟ وين مصر؟ لا انا بقول لك زناية. وين؟ في اي يعني؟ لا في اي مطعم؟ لا في اي مطعم، لا تغير سالفة، في اي مطعم. هو في كنتاكي يا عم، بس انت انسى يعني السعودية بعيدة. ايوة بس في اي منطقة؟ خبرنا لاجيك. تعرف انت بتعرف نهر النيل؟ انا نهر النيل اوكي. ايوة كده، نهر النيل على اليمين، خد اول لفة يمين هتحصل مطعمنا. انت بتهزر يا ابني. هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي، انت متخلف يا ابني.
اول اوكي خلاص. اول لفه يمين على المطعم بتاع نهر النيل هيجيك الكن السنكتاكي بتاعنا. اوكي خلاص. بس لا انت في السعودية، انا يعني الصراحة مش هقول انك كذاب ولا حاجة، بس مش هتيجي أنا يعني. مش في السعودية، أنا مش في السعودية، أنا وين؟ أنا مش في السعودية. انت من فين يا عزيزي؟ متشرف. من عمان، من سلطنة الله عمان. الله الله، ايه الجمال ده، من عمان، جميل اوي. طيب يا حبيبي شوف، عمان بعيدة عن مصر، ابعد من السعودية، انت هترقعها، هي ابعد كمان. بص انا هكلم المندوبين بتاعيني في عمان. انا من اخون سبوكي كلام من دهب، قال يجب أن يكون ماضيك ماضي أسود وماضي معفن. كيف يكون ماضيك أسود ومعفن سواد الليل؟ يجب أن تكون مقتول أو قاتل أو ميت بكل الأحوال، لا تكون ككل الناس عايشين في هذه الدنيا، لا لازم تموت، الناس تشوفك ميت، يشوفون هذا حيوان. استغفر الله. لا لا أخيرا فقت على نفسك يا بوفي. انا اسف لكل من يسمع هذا المقطع. فبس هذا كان يا جماعه، اتمنى ان المقطع نال اعجابكم، اتمنى ان ساعد في ابتسامتك، ساعد في ان يغير جو يومك، اتمنى اذا انت للحين ما طقيت لايك لا تنسى تنزل وتسعدني يا جماعه لايكاتكم يا شوف يا سبوكي، شوف شوف اللايك، شوف اللايكات، انا ما خليت ولا مقطع من مقاطعك ما وضعت يعني فيه لايك. شيء خرافي، فوق 10,000 لايك على كل فيديو، شيء مهول يعني، انا ما اقدر اتصور هذا الشيء. شكرا ثم شكرا ثم شكرا، باذن الله اني انزل لكم اشياء تستاهلونها يا جماعه بالوقت اللي تستاهلونه. لا تنسوا تصلون، احبكم في رعايه الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا النبي محمد. كان معكم عمر. اشمك خشمك خشمك، مع السلامه شباب. عموما ينتهي الفيديو، ينتهي الفيديو هون. فيديو يعني كان فيديو ترفيهي يعني عن سبوكي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبوكي استمر، نحن معك للنهاية إن شاء الله. وبيس.